عندي اخوي الثاني عنده جيوب انفيه وما يقدر الا يعني يقطر قطرات الخشب، يعني يقوم صعب التنفس عنده حيل، فشلون يعني؟ لا باس في ذلك، وهو صائم لكن لا يكثر حتى لا يصل الطعم الى الجوف، ما حتى ما يصل الى حلقه، اذا كان في الانف فما عليه باس ان شاء الله. الله يشفيك.